عفوا المحرك رقم واحد المحرك رقم جوج كتعني فيه تحية لسرب. بديت في ساس 2007 وكانت لدي مشاركة في 2009 في جائزة حسن الثاني وحسن الرتبة الثانية، وكنت أصغر فايزة في جائزة الحسن الثاني، والأعمار بين الفتيات بين 18 عام حتى 34 عام، ومشاركة لنا في هذا المهرجان يعقوب منصور مشاركة مشرفة، وكنتمناو السلامة والتيسير للجميع. هذا مورد ثقافي ابن عن جد وبليه قديمه من 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 اب الاب الاب لواحد السنين قديمه، والحمد لله على كل حال حنا ورثنا هذا المورد الثقافي ماشي كي شي حوايج اخرين خايبين. حنا كنحمد الله ونشكره ملي ورثنا هذا المورد الثقافي الجميل، وغادي هادشي في تقدم ملموس. بدا من مدينة الغريبة دير قاسم البداية على سي بوشتا على قناة الدخل عاود. سوف يدير البنات حتى عندها مفتاح الجوج. سربح القاتل محجوب.